اما عملوا لي جيجن سابق اليوم نسيق مع مسرح الضرب الوطني بالجيجن حملات احساسيه وتوعويه لفائده المستعدين للطريق وسبق مركبات حول الزجاج المعتم الذي من شانه عرقله الرؤيه الجيده للسائق ولا تسمح له بسياقه في اريحيه خاصه اثناء الليل او اثناء الظروف المناخيه التي قد يتسبب في حوادث مرور خطره حيث يعاقب القانون عليها بظهار لا تسافر في حد الاثناء والمحاضره في كذلك بالنسبه للوحات القيم غير المطابقه والعشوائيه المنتشره بين السواق.